الله عليك شيخ، القراءة في الماء والنفس فيه هل هو جائز؟ القراءة للمريض؟ نعم. نعم، هذا فعله السلف رحمه الله، فعله السلف، ولعل له أصلا من كون الرسول عليه الصلاة والسلام عند النوم ينفذ بيديه ويقرأ قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس 3 مرات.